الأسبوع اللي فات كان مختلف على أي أسبوع تعدى في البرنامج. خلينا نشوفه أشنو طرا هذا الأسبوع. الأسبوع هذا سجلت أغنيتي، صورت فيديو كليب كان حلو برشا، وكان عندنا تحدي سعودي إيرلاينز، بس التحدي كان أصعب علي أنا وفادي لأنه فوتنا اللهجة اللبنانية والسعودية ببعضها وطلع شيء كتير حلو. ليش فهجت عن المقر وأنا ما كنتش موجودة؟ الأسبوع اللي عملته بوكاليز مع مستر هشام استفدت منه كتير. في الأسبوع ده تكلمنا عن حياتنا بعد البلوفار ما ينتهي. في هالأسبوع راح نخسر سنين وأكيد راح نفتقدهم ونشتاق لهم. إحنا كلنا اخترنا أغاني للبرايم. لا تنسوا تتابعونا الأسبوع الجاي لأنه في مفاجآت مرة كثيرة منتظركم.